جماهير الافريقي وحظ اوفر للترجي. اكيد مازال لقاءات ومازال تشويق بالنسبه للرابطه المحترفه الاولى. النادي الافريقي اللي يصبح رصيده 18 نقطه بالنسبه للترتيب و16 من جانب الترجي الرياضي التونسي. واكيد الاضافات الخاصه بالاستوديو التحليلي حول مردود الفريقين والجوانب التكتيكيه والفنيه. وزهير الذوادي مباشره مع احمد الصالحي. عبد الرحمن معايا اللاعب اللي تألق اليوم بشكل لافت زهير الذوادي واللي سجل زوز اهداف. زهير عادة ما تألق ضد الترجي واليوم كنت على موعد. لا مش ضد الترجي، ضد الحمد لله في الماتشات الكل الكبار ديما نكون حاضر في المواعيد الكبرى باش نعاون جمعيتي. الدربي سبيسيالمون تعرف عندنا براتيكمون في العام اربع ماتشات باهيين منهم الدربي، دونك لازم الواحد يكون باهي في الماتشات هذوما الكل باش يتحسن النيفو نتاعو باش يتقدم. الحمد لله كنت حاسم وعن صحابي تروا بقى باهين باش يخلينا في مرتبه الاولى. صغير شنو صنع الفرق اللي فات النادي الافريقي اليوم؟ هل النادي الافريقي كان افضل اليوم؟ والله كنا افضل صحيح. اللي عمل الفرق بالنسبه لي انا هو لون في، كنا الوالع على الكوره، كنا حاضرين اكثر من سبيرونس وكنا عاقدين عزم باش نفكوا تروا بوان اللي فاكينهم اليوم. ترى هذه مباراه الانطلاقه بالنسبه للنادي الافريقي، باش نراو النادي الافريقي على نفس النيفو هذا؟ والله بالنسبه لنا احنا يعني نحسبوا ماتش بار ماتش، قاعدين نربحوا ماتش، عملنا خساره باركه مع جابس تفادينا جمعني بعد ربحنا تو ربحنا الدربي، نخموا خطوه بالخطوه ان شاء الله ربي يجينا في السؤال. يعني فما شويه فوتبول توتال اليوم ولا؟ شويه شويه بدينا نتحسنوا كما قلت لك. مجموعه براتيكمون مش هما ال11 اللي بداوا الماتش الاول، كل ماتش فما زوز ثلاثه يتبدلوا، لكن الحمد لله بشويه بشويه قاعدين نلقاو في الانسجام. شكرا لك الصحه زهير. عبد الرحمن نحاول نعمل استجوابات اخرين، لكن تو كما طلعنا النادي الافريقي لاعبيته قاعدين يحتفلوا. نعطيك الخط عبد الرحمن. باهي شكرا لك احمد. نمشي للاستوديو التحليلي مع محمد علي في انتظار استجوابات لاحمد الصالحي. شكرا لك عبد الرحمن. اذا نهايه الدربي عدد 117 بفضل